الجريمة الأولى أنهم دعوه لكي يكون إماما عليهم ومخلصهم ثم عدوا عليه فقتلوه. شوف بالقرآن الكريم الله منزل سورة اسمها سورة يوسف. أهم قضية في سورة يوسف أن إخوة يوسف كذبوا على أبوهم، قال لهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، بعدين ذبوه في البير. إيش قد الناس تحكي عليهم، رب العالمين متكلم عليهم، مع أنهم فيما بعد تابوا وأصلحوا واستغفر لهم أبوهم واستغفر لهم يوسف، لكن لأنهم خدعوا وخادعوا أباهم هذا يبقى مسجل عليهم. الحسين ما ذبوه في البير، ذبحوه، قالوا له تعال ليس لنا إمام، لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة. ثم جاءوا إلى هنا وحاصروه وقاتلوه. هذه واحدة من الجرائم الكبرى.